ترجمة الفيديوهات من وإلى أي لغة بقت حاجة سهلة جداً مع تطور الذكاء الصناعي، ودافينشي ريزولف دخل في الذكاء الاصطناعي بقوة، وتقدر تستخدم فيه الوقت 10 أدوات بيعملوا الذكاء الاصطناعي، ومنهم عملية ترجمات الفيديو. بلوجن النهاردة هو تعديل على أداة ترجمة الفيديوهات في دافينشي. فيه عيب في أداة الترجمات في دافينشي إنه مش بيخليك تنقل الترجمات من تراك سبتايتل إلى تراك عادي، ويلزمك عشان تعمل ده إنك تقوم بكوبي وبيست لكل جملة، وده طبعا هياخد وقت ومجهود كبير. سناب كابتشر ده البلوجن اللي هيحل المشكلة دي، وهو بلوجن بينقل الترجمات من تراك سبتايتل إلى تراك العادي، ومش كده وبس، لا ده هيحل مشكلة عدم قراءة الدافينشي للعربي في تراك سبتايتل. فتعالوا نشوف إزاي بيشتغل البلوجن ده. أول حاجة هتنزل الملف ده، والرابط موجود في صندوق الوصف. لما تفتح الملف هتلاقي 4 مستندات. الملف الأول سكريبت البلوجين، وده تنسخه وتلسقه في الملف اللي في العنوان اللي ظاهر قدامك ده. المستند الثاني وده عبارة عن مجموعة قوالب تكست جاهزة تقدر تنسخها أو تستخدمها. الملف الثالث وده فيه روابط الخطوط بتاعة قوالب التكست، فلازم تحملها عشان القوالب دي تشتغل معاك. الملف الرابع وده قالب تكست صممته مخصوص عشان النصوص العربية، تضغط دبل كليك عليه وبعدين تعمل انستول عشان يتحمل معاك في البرنامج. أول حاجة تعملها الوقت نعمل دبل كليك على فايل المشروع وهيفتح معاك، وبعدين تضغط أوكي. هتلاقي فيه ملف فتح معاك في الميديا بول. الملف ده لازم يكون موجود في المشروع بتاعك مستقبلاً أو في أي مشروع أنت بتستخدمه عشان تقدر تستخدم البلوجن. طيب أنا في كل مرة هستخدم البلوجن لازم أفتح مشروع البلوجن؟ بالطبع لا. كل اللي أنت هتعمله تروح على 3 نقاط اللي فوق دول وتضغط، بعد كده تحط صح على باور بينس، وبعدين اسحب الملف وحمله في ماستر، وزي ما انت شايف اتنقل معاك وهيفضل محفوظ في البرنامج، وهتلاقيه موجود في اي مشروع جديد تستخدمه. لو فتحت الملف هتلاقي قوالب التكست زي ما انت شايف كده. طيب انا عندي فيديو لانترفيو بتاع شغل باللغة الانجليزية، هسحبه على التايم لاين مع الصوت، بعد كده اروح فوق على تايم لاين، أضغط عليها وأختار Create Subtitle from Audio، اضغط عليها وأوتوماتيك الدافينشي هينزل الترجمة من الفيديو. لحد كده مفيش جديد. طيب ممكن تستخدم القوالب الجاهزة الموجودة أو إنك تصنع تكست خاص بيك. فلو رحنا على الإفكت وبعدين تايتل ونختار تكست ونحمله على التايم لاين، وبعدين نبدأ تعديل على حسب مزاجك وليكن كده مثلا، بعد كده تسحب التكست ده وترميه في ملف السناب كابتشر بالشكل ده، وتقدر تعدل على اسمه كمان. بعد كده هنروح عشان نستخدم البلوجن عشان ينقل لنا الترجمة من تراك السبتايتل إلى تراك عادي. هنطلع فوق عند Workspace، وبعدين تختار Script، وبعدين تختار Comp، وتطلع فوق هتلاقي البلوجن هنا سناب كابتشر، اضغط عليه وهيظهر البلوجن. هنا هتلاقي مكان تراك السبتايتل، احنا عندنا واحد، فهنلاقي هنا تراك واحد، وهنا هنختار قالب التكست، وهتلاقي اي قالب موجود في ملف السناب كابتشر يظهر هنا، وهنا التكست اللي انا لسه عامله موجود، وبعدين اختار اخر واحد هنا، وبعدين اضغط جينيريت، بوم، صح، اتنقل بضغطة زر واحدة وبدون تعب أو تضيع وقت، وزي ما أنت شايف بقى عندنا تراك عادي للترجمة. طيب تعالوا بقى لأهم حاجة في البلوجن تخصنا إحنا العرب، وهي الترجمات العربية. فيه عيب في الدافينشي إنه مش بيقرأ العربي في تراك السبتايتل، وكمان مفيش لغة عربية في اللغات الموجودة في دافينشي، ومش قادر أفهم لغة زي الإيطالي أو الألماني عند الناطقين بكل لغة. عدد الناطقين بكل لغة لا يتعدى 60 مليون وحاطين لغتهم، في حين إن العرب يتعدوا 500 مليون ولغات مش موجودة. عموما البلوجن ده حل لينا المشكلة. هنا فيديو عربي مثلا من قناة الجزيرة وعايزين نحط الكلام بالعربي، ايه الحل؟ في اي جهاز ويندوز هتلاقي برنامج كليب كاب، حط الفيديو على التايم لاين واطلع فوق على اليمين واضغط على الترجمة، وبعدين اختار اللغة العربية السعودية مثلا، وبعدين اضغط هنا واوتوماتيك الترجمة هتنزل بالشكل ده، اطلع فوق واضغط على داونلود كابتشن، بعد كده اسحب الملف اللي انت حملته وحطه في تراك السبتايتل في دافينشي، مفيش ترجمة هتظهر، وهنا يجي دور البلوجن بتاعنا. لكن قبل كده هروح للتكست اللي احنا حملناه
اللي هو الملف الرابع واللي اسمه اوتو ماجيك. تروح افكت وبعدين تايتل وهتلاقيه هنا، اسحبه وحطه على التايم لاين وهنعدل عليه تعديل بسيط عشان يشتغل مع العربي. اول حاجه غير الفونت وبعدين اللون، وتنزل تحت عند الفا وغير الاوباسيتي وخليها على الاخر. وزي ما انت شايف الظل الاسود بيتحرك من الشمال لليمين، لكن احنا عايزينه يتحرك من اليمين للشمال. هتروح هنا عند رايت اون وتضغط عليها دبل كليك عشان ترجع البلوجين او التكست للوضع الافتراضي. بعد كده خلي تايم لاين هيت على اول التكست، بعدين اسحب بحيث يظهر الظل الاسود على كل كلمة، بعدين حرك الهيد لاين مع الصوت وكل كلمة، وبعدين حرك هنا ناحية الشمال لحد ما تتظلل الكلمة، وهكذا زي ما انت شايف كده. طبعا تقدر تغير لون الظلال لأي لون تحبه. بعدين اسحب التكست ده وارميه في ملف سناب باتشر لأن احنا عدلنا عليه. بعدين نطلع فوق اضغط على ورك سبيس وبعدين سكريبت وبعدين كومب وبعدين سناب باتشر، وبعدين نختار اوتو ماجيك التكست اللي احنا لسه معدلين عليه، وبعدين جينيريت، ومبروك عليك. تقدر الوقت تترجم اي فيديو من اي لغة لاي لغة. تقدر تحمل البلوجين من خلال الضغط على الرابط في صندوق الوصف.